عليكم بقى ناس كدايرين لاباس عليكم اموركم مزيانه كنتمنى بتكونوا كاملين بخير وعلى خير جمعه طيبه. فيديو ديال اليوم ميزات جداد جليبات جداد وكسيوات جداد وزاز جديد وداكشي كيحمق. واللي بغيت نقول لكم هو انني مصوره لكم واحد الفيديو شان نقول لكم ديال تدخين البنات واحد السوان كيدار في الصالونات. انا درتو في سوان ديال الشعر درتو في الصالون ب 150 درهم غادي ديريه في دارك بسبعة دراهم. ايه هذاك المكوي اللي كيديروا في الصالون 150 غادي نوريه لك وغتمشي تشري معلم الماكياج بسبعة دراهم. ايه وغنشارك معكم ماسك اللي غادي يهنيكم من الحريق ديال الشمس. فعلا انا مع كنخرج بزاف بحكم الخدمه ديالي وهذه ديما في الشمس عرفتوا راه كنتحرق لي وجاي بواحد الطريقه غريبه. غنشارك معكم جوج ديال الماسكات كيهبلوا. المهم راه مصوره داكشي خصني ندير ليه غير المونتاج. مشتريات ديال الصيف ديال جلدوش كيحمقوا داكشي زوين بزاف. واللي زوين بزاف بزاف هو انني غادي نشارك معكم احسن صالون واسوأ صالون ايه في مدينه خنيفره غير خليكم معايا. المهم البنات الجديد اليوم كاين كسيوات كاين قنيطرات كاين بزاف ديال الحوايج والدفع عند الاستلام. يعني ملي يجيبك الليفر الامانه ديال عاد تخلصيه حتى البيه حتى الطلب. انا راه ما عنديش المصلحه في هذا الشيء ولكن نتوما كنلقى بزاف ديال الطلبات ديالكم وكلياناتي الغزالات غادي ندير لكم. يعني مؤخرا وليت كندير هاد لوفخات غير هو بين قوسين البنات نتوما راكم كتعرفوني انا كنهضر معكم بوجهي بسميتي بلاشين ديال الحمد لله راه 4 سنين ولا من 2018 وانا في اليوتيوب. يعني ماشي عاد اليوم غادي نجي نصب عليك ولا نتفلى عليك ولا شي حاجه ولكن كاين واحد المشكل اللي وليت كنتعرض ليه بزاف بزاف اللي هو ان شي وحده كتطلب كوموند كنصيفطها لها بار امانه. شنو هي امانه؟ امانه هي واحد الفرع كاين في باريد المغرب يعني كنصيفطو كنمشيو كنديو كوليا كنخلصو عليها كنصيفطوها لكم. ملي كيجيب لك الفاكتور ماشي ليفرور هذاك ما كيتسماش ليفرور ديال شركه خاصه كيتسمى هذاك فاكتور ديال امانه. كيجيب لك الكوليا ديالك تتقولي له لا بغيت نحلها نشوفها. راه ماشي انا موصيه قلت له لا ما تحلش حقاش بغيت نصب عليك ولكن هذا راه هذه هي الطريقه ديال امانه. كشي امانه امانه هي واحد الامانه هو غير كيهزها من هنا وكيحطها هنايا يعني هو ما عنده حتى شي دخل. الا جاي يحل راه يقدر يحلها قبل الا كان هذاك لوفخ ديال الحلال يحلها قبل ويجيبها لك ويبدلها ويعطيك انت شي حاجه خاويه كاع فهمت. يعني هو ما عندوش الحق انه يحلها ولا يمسها ولا يقربها. يعني ملي كنصيفطك الحاجه غتشديها وغتخلصها عندك شي حاجه بغيتي تبدلي شي مشكل شي حاجه تواصلي معايا انا فهمتوا كيفاش. هادشي اللي كاين البنات اللي بغات شي حاجه تصيفط ليها غير سكرين الموديل اللي بغات. عفاكم الله يرحم الوالدين ما تصونيوش عليا ابل راه ماشي ما كنبغيش راه الضغط بزاف على الواتساب. اللي بغات شي حاجه تصيفط ليها غير سكرين الموديل اللي بغات ولا طاي وكلشي. حاجه وحده اخرى تفكرتها دابا ملي درت هكا كنلقى بزاف ديال الميساج على لي زاكسيسوار ديالي. الا كانوا بلاكيور كنقول لكم بلاكيور كانوا ذهب راه كنقول لكم ذهب كلشي غنجاوب عليه في الفيديو الجاي. وخليو لي بزاف ديال اللايكات غندوزو البنات الاول جديد ليبا. ياك بغيتو اتساع ياك بغيتو التضخيم ياك بغيتو الفنون ياك بغيتو البرودات هادي البنات جلابه ستوندار شوفوا لي التوافع فيها كيفاش دايرين. شوفوا هادي كتلبس هكا يعني كتلبس هاد الغليظه الضعيفه بلاتي نوريكم اللور كيفاش دايره غتحماق عليا. شوفوا ديال الخيط البرودات وكاين عندي في ثلاثه ديال الالوان ما عرفتش باينه لكم مزيان ولا لا في ثلاثه ديال الالوان 250 درهم اختي 250 درهم وعندي بناكم حتى قليله ما كاينش بزاف. كاين هذا لون واه هذا خيط البنات بالسنيسله كتجي سنيسله حتى لحد هنا كاين لون واه كاين البيج وكاين الزرق 250 درهم خليكم معايا. هي الباج ديال اختي ناري كيحمق كيحمق كيف قلت لكم تواسع تلفه مولات الال تلفه مولات الام لان فصلتها فصله زوينه ماشي فصله مخربقه وصافي. ام اللور ديالها شوفوا كيفاش دايره واعره 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 ومازال الزرق خليكم معايا. ديالها مسمو ازرق ملكي حتى ملكي كيحمق حتى الرشمه جات معاه فين انا كنوريك انا كنلبس الان شوفي كيفاش جاي واعر 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 شوفو الفصالة من التحت كي دايرة هاديك هاديك سي حاس بروفال هي كتجي طويو. هادو البنات 250 درهم الموديل البنات ديال كسيوات كنت صورتو لكم في الفيديو اللي فات في الغوز وفي الخضر وفي البيج حسيت ما صورتو لكمش في الكحل طيبو الالوان كنخدمو في هاد الطبق شوفو كيفاش كيجي بالشويبات كيجي بهاد الطوسة هادي الكميمات البنات راه طوال غير انا فهي طابعة خصني نخمل اختي نوريكم لي زاكسيسوار كنضحك معكم البنات والظهر ديالو طبعا راه بحال الخضر والبيج فنين. هاد لي بياس كاملين البنات راهم ديال الخيط الزاز رطوبية تشوف زوين خفافين مريحين في اللبسة كلشي كلشي يعني عندك ما تقولي اختي. بالكسيوات لي طلبتو ليا البنات شوفوا ليا الزاز كيفاش هادي البنات راه طويلة فريفرات من التحت
السمعات سنديلة في الغوز، كاين عندي لبسات سنديلة في النوار وفي الأورانج، كتجي فين ما كتجي كتحمق. هادي اللبسة أنا البنات ال، نتوما كميناتهم طوال غير أنا دائما نحزمها ونرزمها. هادو جيسين بحر وكاين عندي في 4 ديال الألوان، خليكم معايا غنصور لكم البنات كاملين. هادي النوار ديالها، شوف هادي إكس إل البنات اللي لابسة، ترى فين 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 كيحمق. سيوا بردة، هاتي تنيتي مجلبة في الحرارة، 200 درهم. فليطاي الام ال اكس ال دوب انتي كاع على حصلتي حصلتي، لان من راه واسعي. عبري ليا غير من تحت البار، من تحت البار ديال شي جلابه ديالك، كتسرحيها في الطبلة وعبريها ليا من هنا لهنا باش نكونو متفقين. هادو البنات 200 درهم. شوفي ليا اختي هاد الباج بالمارون، كيبقى بهاد الحزيمات بغيتي تحزمي حزمي، بغيتي تخليه مطلق في الليل. هادي البنات اللي لابسة انا راه غير ال، شويه جاتني صغيرة صراحة. أنا كتجيني إكس إل، إكسيوات إكس إل حسن، خصني هادو جوج دروا نقول لكم شحال تشوف فيهم الخيط 100% باردين البنات، فينين كيحمق الفرق ديالها البنات. شوفو كيفاش داير، ولوني نسيك في لون كيحمق البنات، كيحمق كيف قلت لكم. باش نتفاداوها باش كتعجبني أنا الجبلي كيجي ساهل، إنما هادو خاصك تعطيني شحال كتلبسي من هنا لهنا كيف قلت لكم، باش هكا تجيك كسيوة زوينة. مكانش عندك مشكل، بغيتي التيساك ويعطيني تيساك، بغيتي الدق ويعطيني الدق. هادو 200 درهم، كيف قلت لكم خديتي بياسه وحده توصل 40 درهم، خديتي جوج بياسات توصل 20 درهم، خديتي ثلاثه بياسات توصل فابور. وبالنسبه للموديل ديال الخنجر كاين البنات، كاين في لوينات مختلفه ولكن بكميه قليله، يعني ما عندي بحال هادو اللي غنصور لكم، بقات لي منهم حبه حبه حبه. داكشي علاش هادو دابا تقريبا 200 درهم، ولكن راه الدمار فنين، وكيف قلت لكم راه بقات غير حبه 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 من كل لون. المهم اللي تبقات لهم غادي نعطيها لهم. هذا فيغو، انا صور لكم اللوينات كاملين، الكوغاي ديالو شوفوا كيفاش كيجي واعر. كاين الكوغاي، كاين المارون، وكاين الغوز انديان، وكاين الابيض. انا نحاول نبدا نزيد لكم هكا. هذا المارون ديالو، هذا الغوز انديان، كنقول لكم هادو لون لون. البيض ديالو البنات، هاد الموديل ديال الخنجر كاين حتى في جليبات، انا نوريكم زوينين بحال الفيغو بحال الخنجر، كيجيو فنين. هاد البنات كيسال دوبل واعر، الطول راهم طوال وما كيقصدوش البنات. انا غنعطيكم واحد الحيله للناس اللي ما شافوش الفيديو اللي فايت، بالنسبه للخيط ولا لونات، واش شريتيه من عندي واش شريتيه من بلاصه واحده اخرى، لبستي فيه حتى تشبعي، وملي تبغي تصبني ضروري تبيتيه في الكونجيلاتور، يعني البلاصه اللي فيها الثلج، البلاصه ديال الفريغو. يعني شحال من واحد كيخاف من الفريغو كيقول لا غادي خسرته، بالعكس كيشد في راسو. زائد ان ملي تبغي تصبنيه صبنيه في الماء عادي، وملي تبغي تعصريه ما تشديش وتعصريه هكا مباشره، علقيه بالماء ديالو باش كيتطلق الثوب، ومن بعد كتحدديه عادي. هادو البنات 200 درهم، الثوب غزال 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 غزال، وعارفه شنو كندير. هاد لونوار ديالها طبعا الكحل محبوب جماعه البنات، راه كاين حتى في القندوره ماشي غير في الجلابه. وانا غنحاول نصور لكم اللوينات باش هكا تشوفوهم، لانني صراحه خفت. هانتوما كاين في هاد اللون وحدي، هاد الباش ياك، وكاين في البيض ديالو، وكاين في المارون، هادو كاملين لوينات لون انسيكس لون. ولكن البنات بقات ليا منهم حبه حبه، هانتوما كتشوفو حبه حبه، يعني ما عنديش كونتي تكسير. كاين هاد الزيتي، كاين هاد الكاشيري، وكاين الخضر ملكي لابسة المانكا. انا غنقربو باش تشوفوها كيفاش كتجي. ها هي المانكا البنات، شفتو الخضر ملكي رائعة جدا. يعني هادو هما اللوينات اللي كاين عندي فهاد الجليبات. انا الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف طريف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسولونا فين حنا في مدينه خنيفره بالضبط، فين حنا في الحي الفلاحي اللي كنقولوا ليه بيزانا، حي ديال طارق. الباب الرئيسي ديال ليتي طارق، اون فاس لي كاينه واحد لافارماسي سميتها صيدليه ابن رشد، حنا مقابلين مع داك لافارماسي. مرحبا بكم، توصيل كنديرو لجميع المدن، واللي في خنيفره يصيفط لي واتساب وكنصيفط ليه لوكاليزاسيون. يلاه تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي.